نعم، السودان لم يكن يوما من الأيام مائلا إلى طرف أو أحد، لكن بالتأكيد السودان يبحث عن مصالحه الاستراتيجية من بناء هذا السد والمنافع التي تعود إلى السودان بما فيها المنفعة، الطاقة الكهربائية التي تمت من السودان، وإلى فتح مسافات ومسارات ومساحات شاسعة للاستزراع الزراعي في السودان وإلى آخره. السودان طرف أصيل في هذا السد وليس هو وسيط، فبالتالي رئيس الوزراء حمدوك يؤكد تماما أحقية أثيوبيا في بناء السد وقيام المشاريع التنموية بما يتعارض مع مصالح القومية والاستراتيجية لكل من السودان ومصر. السودان دائما يؤكد ويشير إلى أن العملية التفاوضية والحوار البناء والنقاش هو الذي سيفضي إلى طي هذا الملف بما يضمن مصالح البلاد الثلاثة. أبي أحمد أيضا أشار في لقائه بأن سد النهضة الآن أصبح أمر واقع، وبالتالي ما على الأطراف الثلاثة إلا الجلوس إلى التفاوض وتقديم مزيد من التنازلات في الوقت الذي كان اليومين الماضيين أيضا حصل عدة مشاورات وحصل قمة مسكرة، وهذه القمة المسكرة أشار فيه رئيس الوزراء حمدوك بأنها كانت مثمرة وإيجابية وخطط خطوات عدة نحو الوصول إلى ثقة مشتركة بالتحديد في ملف الأمن، في الملفات الفنية والملفات القانونية بما يضمن الحقوق المشروعة لكل من البلدين مصر والسودان. نعم، لكن كما تعلم أستاذ محمد الملفات الخاصة بالمشاريع المستقبلية هي موضع النقاش وموضع عدم التوافق. نعم بالتأكيد، أنت تعلمين أن هنالك جولات عدة سواء كانت في واشنطن أو سواء كانت في أثيوبيا أو الخرطوم، والخرطوم استضافت عدة مؤتمرات لحل هذه المعضلة، لكن للأسف الشديد تعنت الموقفين طيلة السنين الماضية، وهذا الملف المؤقت ملف سد النهضة بالتأكيد له تداعياته وتداخلاته الإقليمية والدولية، وأنت تعلمين أن التفاوض كان يمر بعدة تحديات في الفترة الماضية، لكن الجولة الأخيرة والقمة المسكرة برئاسة الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وأمريكا ورئيس الاتحاد الأفريقي، أنا في تقدير أن هذه القمة أتت أكلها، وفي الأيام القليلة القادمة سنستطيع أن نصل إلى نقطة مشتركة يضمن لكل البلاد مصر والسودان وأثيوبيا حقهم القانوني وحقهم في التمتع بالمياه التي تأتي عبر سد النهضة. بالتأكيد السودان سيستفيد استفادة قصوى، والسودان هو شريك أصيل في هذا السد وهو يمتلك كل المقومات بأن يقرب في وجهات النظر ما بين الطرفين الأشقاء مصر وأثيوبيا، وهي دائما تقول لا بد الجلوس إلى طاولة المفاوضات ولا بد طي هذه الملفات عبر الحوار والنقاش البناء. نعم، ضيفي من باريس المحلل السياسي الأستاذ محمد آدم إسحاق، شكرا لك على كل هذا التوضيح.